أبو جبل، أنت من رواد مهنة أنا شايفها لا تموت، مهنة الخزف، صح كده؟ عايز أعرف حكايتها، إشمعنى الغربية اللي فيها 300 مصنع للخزف؟ أنا من قرية اسمها الفرستك تابعة لمركز بسوم محافظة غربية. القرية عندنا تشتهر بصناعة الفخار منذ أكثر من 50 سنة. 50 سنة بس؟ 50 سنة في القرية. 300 مصنع؟ طبعًا، أمال إيه؟ أقول لحضرتك إزاي؟ عندنا فرستك النهاردة بدأنا بصناعة الفخار التقليدي اللي هو كان من الطمي والطينة السمراء. بدأنا النهاردة بفضل ربنا الحمد لله بدأنا ان احنا نغيروا المنتج بتاعنا، بقينا نجيبوا طينه من اسوان، من جبال من اسوان بتنطحن عندنا في المطاحن في البلد او في مصر او كده. الحاجات دي بتتصدر ولا سوق محلي بس؟ طبعا عندنا مراحل تصدير للدول العربيه كلها، المطاعم للاسواق الخارجيه في الكويت، السعوديه، الامارات، الدول دي كلها. الفخار اللي عندنا بجانب كده تخطيط جميع محافظات مصر للفخار، يعني سوق حلو. وكمان عندكم كمان بتعملوا الفخار بتاع الحمام، مشروع الحمام، كل الحمام يعني عندنا حتى مسائل الحمام، مستلزمات المطاعم، مستلزمات الحمام، مستلزمات البازارات السياحيه، كل اي حاجه بتتعمل بفخار ان شاء الله موجود عندنا. يعني الشغلانه دي بتجيب فلوس صح؟ طبعا تعبانين. ليه؟ ليه بس؟ لا احكي لي ازاي حضرتك. عندنا النهارده احنا شغلنا معتمد على حاجتين، الماده الخام عندنا طينه اسوان، الماده الثانيه الجليز، الجليزي اللي هو الشفاف. الحاجه الثالثه والاساسيه بالنسبه لنا الغاز، من اهم متطلباتنا كقريه الفرستك اللي فيها ما يقرب من 200 او 300 مصنع خزف، فيهم عماله ما يقرب من 5000 عماله مباشره وما يقرب من 25000 عماله غير مباشره. مشكله الغاز عندنا، بشتغل النهارده باسطوانات غاز، اي نعم الحمد لله الدوره مشكوره ساعدتنا بالحصول على حصه غاز للفرستك خاصة بالمصانع. بس انابيب غاز، انابيب غاز تجارية كبيرة. لكن انت عايز غاز، خط غاز. طبعا انا النهاردة الغاز بالنسبة لي تكلفة عالية. انتوا قدروا تحملوا الخط ده؟ حضرتك الدولة لما تساعد النهاردة شركات الغاز الخاصة اللي هتدخل الغاز للمصانع هي هتستفاد، لانها هتاخد النهاردة مواسات على كل الحاجة، وبعد انت بتدخل للمصانع هتشيل كمية كبيرة، معظمها في منطقة واحدة المصانع. يعني مثلا ال 200 300 مصنع انا عندي منهم بس ما يقرب من 100 مصنع و150 مصنع في منطقة واحدة.